أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الصورة الرأس فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس؟ نعم، الصورة هي الرأس، ولذلك إذا قطع الرأس زال المحذور، فالصورة هي الرأس. هذا في رد على بعض الفقهاء اللي يقولون إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فإنها تباح. هذا غلط، الصورة هي الرأس والوجه، هي الرأس والوجه. إذا طمس الوجه أو قطع الرأس زال المحذور، لا تدع صورة إلا طمستها. نعم.